أثناء قيام أفراد الشرية الإقليمية لأمن الطرقات للضرك الوطني بوهران بخدمة مراقبة وتفتيش بالتاريخ الولائي رقم 35 الرابط بين بلديتي واد تليلات والبرية، قاموا بتوقيف شاحنة تبريد نوع كيا كانت متجهة من بلدية واد تليلات نحو بلدية البرية على متنها 700 كيلوغرام من اللحوم البيضاء متمثلة في دواجن وأحشائها، كانت موجهة للتوزيع بمدينة وهران بعد التنسيق مع مصالح البيطرة التابعة لمديرية الفلاحة لولاية وهران، تبين أن هذه الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري. إثر ذلك تم حجز البضاعة ورفع المخالفات التالية: عدم امتلاك الشهادة البيطرية للمنتجات الحيوانية، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون سجل، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي للمركبة، انعدام بيان الوسم للدواجن المذبوحة. السرية الإقليمية بوهران تحقق في القضية وسيتم إعداد ملف وإرساله للجهات القضائية.